وشوشة. استاذ دكتور اشرف زكي ده اخويا الكبير اولا، وان احنا الاثنين من نفس المكان يعني. ودكتور اشرف كان معيد عليا يعني، وهو صديق عمر يعني. احنا دكتور اشرف زكي هو رئيس اكاديمية الفنون حاليا، وهو كان عميد وانا رئيس قسم التمثيل. كون ان انا يعني سبت الاكاديمية لفترة ورحت مكان جديد، ده لا ينفي ان احنا ان احنا اصدقاء، وحتى وما فيش اي مشاكل بيننا الحمد لله يعني. انا دايما بقوله يعني احنا في مركب واحد في النهاية، حتى وان تفرقت بنا السبل يعني، وربنا ما يجيبش وحش يعني. الحمد لله احنا اصدقاء عمري يعني. اتكلمنا طبعا يعني، بس شوفي كل واحد له وجهة نظره، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية يعني. حتى لو حصل اختلاف، ايه المانع ان يحصل اختلاف؟ بس الاختلاف ده ياخد شكله الطبيعي والجميل وبحب. ما نختلف عادي، ما انا ممكن اختلف معاكي. الاختلاف كان على اساس ايه يعني كل واحد يعبر عن وجهة نظره فقط. انا ما اقدرش احجر على حد، كل واحد له وجهة نظره. لكن أنا بأكن كل الاحترام والحب للسيد نقيب ورئيس أكاديمية الفنون اللي هي رائدة الفن في العالم العربي كله، اللي أنا متربي فيها واللي أنا هرجع لها تاني في يوم من الأيام. ما أقدرش أن أنكر فضل الأكاديمية علي، أنا بنتمي لهذا المكان. وأنا في مكاني أنا بأسس كيان جديد، هذا الكيان هيسهم في الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، وهيكون اعتقد ان هو يجب ان يتكامل مع اكاديمية الفنون، عشان احنا بنبني مصر لبلدنا، ما فيش حد بيفضل لوحده، لا احنا بنكمل بعضنا، وان شاء الله المستقبل القريب. مش النقيب بتاعي بيمثلني لا سيادة النقيب، وبعدين ده مش النقيب بس، ده اخ اكبر وصديق عزيز بجد يعني. طبعا بيحصل اختلافات في الاول، مفيش اختلافات، بس انت بتدخليني في اختلافات. انت عايزه مفيش اختلافات ده ولا خلافات، الحمد لله مفيش خلافات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.